قال تعالى: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. يلموا الراس بورا مع الكرعين. وقال تعالى: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. السلسل ده بيسلكوه سلك جوا بجوا، بعد ده بيرموا الزول في النار، لما نرموه في النار بقى على وجهه. قال تعالى في القرآن: إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. وقال تعالى: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. وقال تعالى: يوم تقلب وجوههم في النار. في ناس قالين النار دي محل كدي واسعة وجوه تحت مسخنة وبخش فيها يقعد ينطط، اوه تنطط هنا في الحفلة، هناك مربط وعلى وجهك، موضوع طويل. ونحن ما جينا نقول لك انت من اهل النار، ما جينا نقول لك كذا، جايين خايفين على الناس. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: صنفان من اهل النار لم ارهما، قال بعيني ما شفتهم لكن بيجوا بيخشوا النار. ديل منو؟ قال: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. ناس حقارين ظلمة غالين يجلدوا في الناس بالظلم. قال ده الصنف الأول. الثاني قال: ونساء كاسيات عاريات، لابسة لكن كأنها شنو؟ كأنها عريانة زي شغل الزه. قال: كاسيات عاريات مميلات مائلات، مميلة لغيرها، تغلى أولاد يتفرجوا فيها، مائلات أي هن عن الصراط المستقيم، لا رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. قال: رؤوسهن الرأس فوق الشعر كأسنمة البخت المائلة، البخت يعني الناقة، كأسنمة البخت، أسنمة جمع سنام. قال لك راسه قايم فوق زي السلام، ما شفت الشغل ده؟ ما شفته الراس تلقاه قايم فوق وخات الطرحة. أنا والله مستغرب، مغطي الراس وكاشف الكرعين. والله تلقاه الجماعة الشفاتة يعانوا لنا، يقول لك ده شنو بتجن جلابيتك قصيرة ودي جلابيتها ما قصيرة، يقول لك ساقك برا شغلة دي جاي طزاي. والله الذي لا إله غيره مواضيع دي طويلة جدا، وبعدين يجوا يقول لك يا سلام والله بيت وجيها وجيها شنو انت يا شفت قاعدك هنا شنو؟ والله مجرم تلقاه قاعد. ولا انت عارف لقيت لي واحد هناك في ام درمان، البيت وقفت جنب الركشه، الركشه مغبشه بقت تشخبط واقفه منتظره المواصلات، انا ذاتي واقف مجموعه واقفين، هبشت الركشه مرات بتكون مغبرة ممكن تكتب فيها اسمك، هبشتها ساي. كانت جماعة اثنين ورا قاعدين زي الجقور ورا، ما تشخبتي، البيت اتحرجت زحت بعيد، مش مفروض الموضوع انتهى؟ دارين يشغلوها، انا قاعد لابد لهم شايف الحاصل. بعدين قعدوا يقول لها ما تشخبتي، قالت لهم يا اخ ما خلاص انتهى الموضوع ده. سكتوا شوية، بعد شوية قال لك تشخبتي منو؟ انت بتشخبتي ليه يعني؟ قصدك شنو من الشخبطة دي؟ يا ناس قالوا الموضوع ده ما انتهى. لا بس انت ما شخبتي. البيت قربت تمشي تديهم كفوف. شفاتة قاعدين بجنبها. ديل لابدين وديل ما بخلوا حتى البيت اللي فيها خير. تجي دار تسمع الدين بجنبها. الجماعة والدبرك ده جنبها ما بخليها. ولا مولانا ديل ما تسمع اليهم. ما راح 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 نشوف لنا ناس زلوكة ولا حاجة تشغلنا من الناس ذيل. انت عارف ليه؟ لانه لو سمعت الايات والاحاديث ويتعقلت تاني ما بتقعد معاه. قول لا راح نخلط، حمان الله ها.
هذا أنا الخايف منه ذاته من الموضوع ده. فلذلك قال ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. فلذلك خلقنا الله لغاية معينة. واحدين ده البنات لابسات، تعال شوف الشباب، شوف الشباب ذاته، قول ليه تخلقوك لشنو؟ الله يقول لك ما تراه قمنا كذي وبنقرأ إن شاء الله وبعدين بنتخرج وبنبقى مهندسين ولا دكاترة، والقراية ما جات تمام الركشات فيه والتكاتك والسوق شغال وأي شيء شغال. والله يقول لك في النهاية نحن هدفنا الزول يكون عنده عمارة متزوج وعنده عربية آخر موديل وسائق العربية مظللة مشغل المكيف ويشرب في الموبايل، بس ده هدفه في الحياة، ده همه بس كده. ولا تلقي لهم في راسه فلفلة فلفل فيه، الناس اشتروا في المشط عشان يبقوا عديل الراس ده يفلفل فيه. ولا تلقاه لابس لبنطلون كيف وفانيلة كيف واليد عامل فيها زي الغيوشات والسلاسل. والله شو الشغلة دي ما شغل رجال يا ناس، أنا عشان أبقى معاكم واضح. والله الله قال في القرآن أومن ينشأ في الحلية، الله داري يوريك النسوان، قال أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. ده شأن المرأة أنها تنشأ في الحلية، تزين لزوجها لأبوها بعدين في البيت هناك وبعدين في الخصام غير مبين، كلام لين لين ما كان شكلت صوته ما قوي في النهاية. لما نبقى الولد زي البيت دي شغلة بتجوط يا أخي، إذا كان البيت لابسه بنطلون والولد بتمسح بالكريمات شغلة دي ما جاطت؟ إذا كان البيت بتدي شلوت وبتلعب كورة والولد بيطقطق في اللبان شغلة دي ما انتهت؟ كده وريني الحاصل كيف. أنا مشيت بأم درمان الأهلية الجامعة لقيت البيت بتفلق الولد بالحصحص شغالة، أنا ذاتي قربت تفلقني لكن شافت علامة الجودة دي أظنها لا وزر، بعدين تفلق في الولد البيت بتفلق والولد بيجاي لابس له سلسل وبيجاي غويشة وبيجاي كيف في مبدة دي شفتها مبدة الجميع عب داي خاشة على المسجد في واحد خاتي له جردل ده حيرني مرة واحدة. والله خاتي له جردل وشايل له فوطة بعدين بدخل في الجردل شغال في كراعه، قلت يا ودي انت ود ولا اكسن انت بتغسل في جنوب؟ خدت الجردل زي الاكسن شغال يغسل بالفوطة في كراعه جنب الجامع، قلت الشغلة دي وكت جابت فوطة بعد شوية ما معروف البحصة شنو ولابسين كيف ومصايب تقيلة جدا. لكن الله ما خلقك للشغلة دي كلها، الله خلقك لغاية معينة، كان قمت بها بتكون مرتاح في الدنيا والآخرة والله، وكان ضيعتها بتكون شقي في الدنيا والآخرة. ما يغشك فنانين وغيرهم وهوس، تشوف الواحد ماشي مع بيت سمحة ولا مع منو مع منو تقول الناس دي المرتاحين، ما مرتاحين براهم قالوا كذي. والله أنا سمعت واحد بغني سمعته، طبعا أنا بنركب البصات وبنسمع مرات مصايب، سمعت واحد بغني قال لقيته وقال لي لا لو ما لا لا، بعد شوية مشى بعد شوية قال جوا قطعني، قال جوا يعني تقطع جوا يعني محروق، وين أيوة محروق جوا في قلبه يعني ما مرتاح والله. وتلقوا واحدين في نص الغنية تلقى يبكي كر دموعه سايلة، والثالث ما بعرف حزين، والرابع يخلي الزواج، والخامس ده سمعته في رفاعة قاعد يغني قال أخير العزابة، أظنه ده حبة لما انزهج ذاته، قال أخير العزابة العزابة أوك بقى مارك.
ده كل هوس يا ناس ابتلي به هؤلاء الناس. والله تعالى يقول في القرآن: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري البعيد من الدين فإن له معيشة ضنكا. الله قال لك فإن له معيشة ضنكا، مش بعيد من الدين، أي بيصلي؟ لا لا. بيصوم؟ لا لا. عقيدتك في الله صحيحة؟ لا. قال لك فإن له معيشة ضنكا، والله ما ترتاح، تخلط ما بترتاح، تغني ما بحلك، تخد سفة لما شلوفتك تجدها ما بتحلك، تسجر لما قلبك يجيف ما بتستفيد، كل هوس سافن. وهذه العبادة التي خلقنا من أجلها قائمة على أمرين، عشان تعرف الشعب الضايع إلا من رحم الله تعالى يخالف هذين الأصلين. شفت دين الله ده عشان تدخل الجنة وتبقى مرتاح في الدنيا والآخرة، أي قائم على أصلين. واحد، الأصل الأول أن لا يعبد إلا الله، عبادة دي لله براو، لأنه ده حق الله سبحانه وتعالى. الليلة دي طاقتانا ده شيلة الدية لفلان ظلمتني أنا. الله خلقك للعبادة، لما تعبد غيره انت وقعت في الظلم. قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. تعبد الله تتوجه له، عندك مشاكل أي تقوم بالليل ولا بالنهار تدعو الله: يا الله فرج عني، يا الله تجاوز عني، يا الله يا الله. أي مريضة، وإذا مريضت فهو يشفين، تسأل الله سبحانه وتعالى. داير غنى، الغنى عند الله: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وتكون موحد كذا، عقيدتك في الله تمام وبتعبد الله تمام، بتكون زور راجل والله. قال تعالى: وجاء من أقصى المدينة رجل. الله لما يقول لك ده رجل معناه ده رجل ججل. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. يا الله خلقني ليه ما أعبده؟ أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. توحد الله في بلد يعج فيها الشرك بالله سبحانه وتعالى باسم الدين. زول تلقى دكتور في العلوم يعني يوصل درجة الدكتوراه، بعد شوية يجيب لك دراب، زول جاهل ما بقول كلام زي ده والله، زول تلقاه جاهل ما قرأ، مرات ما يقول كلام زي ده. دكتور يقول غير الله بينزل المطر، ده أقعب من ناس الغنى، فده ناس الغنى حرام لكن ده أقعب منه. وإن ادعى أنه من أهل الدين، واحد اسمه صلاح الخنجر ده من الصوفية، قال يكون في أرضين سرابتين أو أرضين تاع الزراعة، بعدين بينات انترس، قال بيجاي تنزل مطرة وبيجاي ما تنزل مطرة. ليه؟ قال لأنه ديل دفعوا البياض للشيوخ وديل ما دفعوا البياض. يا ناس في مطرة بالبياض، والناس دي قايلة في تريلات بتاعت موية وباغات بفوق ولا شنو، والمطرة دي بجيبوها بالبياض؟ مطرة دي أخ من الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: أفرأيتم الماء الذي تشربون. أسمع كلامه، لأنه في ناس طبعا بيصرخوا: منع الناس المطر زاد مرة ونعقدوا عند أسباب، فذهب الناس يبحثوا عند السودان الرام ينشر المشايخ يدفع القروش لكم ياسين لتنزل الأمطار، والمطر زاد مرات يبدوها على حسب الطرف، عدم
ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ده هوس قال لك حواشتين بيناتي انتقنت ولا سرابة بيناتي ترز. قال ده تنزل له مطر وتحرم أنت المطر. ليه؟ لأنه ده دفع البياض. قال تعالى أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. شكاية الصوفية ديل بيجيبوا كلام تا خرافات نحن بننتقدهم في كذي، ما عندنا مشكلة شخصية مع زول، والله الذي لا إله غيره ده كلام بتاع دين يا أخي. كتاب بتاع الختمية ده اسمه فيوض البحور المتلاطمة، ده قال واحد اسمه عبد الله العيدروس مشايخ الصوفية، قال مشى اليمن وقال يا سماء أمطري لبن فإني في عدن، أمطري لبنا فإني في عدن، فأمطرت لبنا. السماء قال دخل اليمن قال يا سماء جيبي لبن، أمطري لبنا فإني في عدن. أنا جيت داخل قال لا عدن بعد ده جيبي لبن للسماء. قال فأمطرت لبنا. كلام ده يا ناس بتصدقوه؟ سماء بتجيب لبن؟ سماء فيها لبن؟ والله لبن يا تو لبن بقر ولا غنم؟ ولبن لبن بودرة ولا لبن عديل حليب؟ يعني انت ماشي في الشارع تنط لك جمادة في رقبتك مطرة بتاعت لبن؟ والله كلها مصايب في البلد باسم الدين. تجي تناقش ونقول لك يا مولانا ما بإذن الله، الله ما أذن. الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ تكذب على الله؟ أي شيء يقولوا لك تقبضه يقول لك بإذن الله، دام ليدك وديه كف كورك قل له بإذن الله، الكف ده ذاته بإذن الله وابقى مارق طوالي، والكف حرام في النهاية، كلها مصايب باسم دين الله جل وعلا. عشان يغشك انت يقول لك بإذن الله، الله أذن لا تكب لبن. لبن كيف يا أخي؟ السحاب دي بتجيب موية، وأنزلنا من السماء ماء مباركا، مبارك ماء، ونزلنا من السماء ماء طهورا أو مباركة في آية أخرى، طهورة في سورة الفرقان ومباركة في سورة قاف. فلذلك ده كله هوس. واحدين تانين بيقولوا غير الله بيخلق عديل كذي، مش أنت مخلوق؟ أي خلقك الله؟ أي غير الله بيخلق. والله قال واحد اسمه تتا، قال ده في الجزيرة، أسي تتا ده قبره في الجزيرة هناك، أنا شفت قبره عنده قبة جنب محل اسمه طيبة كمال الدين هناك في الجزيرة، أنا من الجزيرة بعدين. قال تتا ده واحد بيحكي عنه في كتاب اسمه لك سلام مني، تأليف عبد الرحيم محمد وقي على البرعي، صفحة 40-44. قال تتا له كرامات، اسمه تتا بيقول له تتا الفلاتي، بيقولوا له كذي، ما عندنا مشكلة مع قبيلة معينة، دي لأهلنا وكل الناس دي لأهلنا، لكن هون سمينه كذي. قال الزول ده مشى، مرته قالت له أريد خادما تخدمني، دار لي خادم تخدمني. فقال أحضري فأسا وثوبا، جيب لك فرار وجيب لك توب. قال فأحضرت فأسا وثوبا. هسي علاقة التوب والفرار بمرة تخدم شو؟ قال لك جيب لك مرة تشتغل تغسل وتكوي، وتجيب لك مرة قل لها دستة بكذي فنيلة داخلية، قال لها شوية سروال كبير ما الموضوع ده كذي. ده قال لا أحضري فأسا وثوبا. قال فأحضرت فأسا وثوبا، فأخذه عبد المحمود ده ماشي مع تتا حتى ذهبا إلى الغابة. وصلوا الغابة أي قال فأمرني، ده عبد المحمود ده قال فأمرني يعني الشيخ تتا، أن أقطع غصنا
بقدر إقامة الإنسان. قال لي أقطع لك عود قدر الزول. قطع العود فوضعه على الأرض، ثم أتى بالثوب فغطى به العود، غطى العود بالثوب، فتناول سبحته. رسول ما كان عنده سبحة، ما تشيل سبحة، سبح بأصابعك بس. والله قال فتناول سبحته وأخذ يذكر الله بشدة. الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان عنده سبحة، ده شايل له سبحة وقال يتناوله وبقى مسخم في الذكر. كر كر مرات بيجروها، مش بيقول لك للعدد واحد اثنين، مرات بيجروها عظيم بيسخم معاهم. كر 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 بعدك جرجرة بيجاي بيجاي. قال فتحرك الثوب، الثوب تحته شنو يا ناس؟ مش عود انتم متابعين معانا؟ قال فتحرك الثوب، فرفعت امرأة رأسها. الثوب مرة في مرة مرقت من فوق من تحته، بعدين مرقت رأسها من فوق. فقال لها الشيخ بخيتة 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 ثلاث مرات. فأخذها عبد المحمود من يدها ثم ذهب بها إلى زوجة تتا. من عود قلبها شنو؟ بخيتة. بعد ذاك البرع جاب فيها أبيات، قال مصطفى عركينا مع ود علي المكروم، وتتا الفلات القلب العود مفهوم. والله قال من عود قلبه زول وسماه بخيتة طوالي. هو المخلوق اللي بخلقه الله، البشر ده بيسميه بعد أسبوع تطبح له، كنت من أول يوم لكن بعد أسبوع بيسميه. وبعدين ذاته بعد الدوق ما بلدوه بسوقه طوالي بمش، الزول بلدوه يرضعوه بالراحة ويحمموه وشوية يرضع، بعد شوية يحبه تاني مش بالعنقريب تاني يمش يبقى مارق. دي طوالي من عود قلبه بشر وبقت مارقة كابتن ماجي طوالي ماشي ولا أي مشكلة. دي عقائد زي دي تصدقها؟ عشان كده بقول لك الشيخ بيدي الجنة والشيخ بيعمل والشيخ كذب من أكذب ما يقال في هذا العصر. هذا الكذب على الله سبحانه وتعالى. لك كباشي كم أدى ولد في كل بلد، كم حل عقد كباشي، يربط ويحل في كل محل كباشي، المتوكل لأمر يكل كباشي، من غير مس وتفل كم أدى طفل كباشي. يا ناس قال الله تعالى في القرآن أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. وقال سبحانه في القرآن يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله، بتنادون في الشدائد من دون الله تعالى، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. الله قال لك ضبانة ما بقدر يخلقوها، خلقوا لهم بشر كامل بشرا كاملا يخلقونه. قال لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. عشان كده ما بدي جنة إلا الله سبحانه وتعالى، ما بيرزق إلا الله، ما بنزل المطر إلا الله سبحانه وتعالى. في الشدائد تنادي الله، أجيتك تكون في، مش تصلي في المسجد إياك نعبد وإياك نستعين تقول لي الله كذب في الصلاة سبحانه وتعالى، تعتر تنادي في الجماعة يا فلان ويا علان والحقونا وافزعونا، ما بيلحقك. صدق القرآن، قال تعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يا ناس والله لا نريد الهتر بالناس ولا نريد سب الناس ولا الكلام في الناس بغير حق، وإنما الذي نريد أن تتوجه القلوب إلى الله سبحانه وتعالى. يا غمش لا الله، الله عنده أي شيء، تمش لغيره ليه؟ هسي لو جزول بيوزع في ربط تعد قروش، شايل له شوال بيمسك في الناس، هاك دي ربطة ودي ربطة ودي ربطة، انت بتمشي تشحد الزول اللي ده ربطة
ولا تجل بشوال ذاته، مش بتجل بشوال. اي الشيخ ده مش ولده، اي وابوه ولده، اي والخلقهم منه الله. تسأل الله اللي عنده ولا تسأل ذاته اللي خلقه؟ تسأل ذاته الخالق ولا المخلوق؟ شكرا رب العزة والجلال قال أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. ما إياك تعتر تقول يا ود حسن يا ود حسون من المدفونة، ويا الحسن من المحن، ويا ود بدر من الفقر، ويا الفلع يلفون الأسرع من التلفون، ويا أبو العباس من عيون الناس. يا زول واحد بيجاي في بحري تقطع الكبري ده بيجاي كاتب يبشام ورا وقدام، ده قفلها مرة واحدة يبشام ورا وقدام. يا زول ما تنادي الله سبحانه وتعالى، تلجأ إلى الله. والله واحد تلقى شاب تلقاه شفت في الدين ده ما بغوا شوف، ممكن في الدنيا جزاكم الله خير شباب، بعدين تلقاه شنو في الدنيا ممكن تغشوا لكن في الدين ما بتغشوا والله الذي لا إله غيره. يعني ممكن تدي موبايل يطلع ما أصلي لكن في الدين ما بتغشوا، تجي تخوفوا يجوا يخوفوك ولك الليلة بننفخك والليلة بنعمل لك. تنفخ انت بنشر، انت بتنفخ الناس مالك؟ تنفخ المسلمين ليه؟ تنفخ فيهم وبعمل لكم وبسوي لكم. تخوف في الناس ليه؟ والله الذي لا إله غيره. واحدين يعترضوا يقول لك ما كان تتكلموا في الناس، جيبوا آية وحديث هون كانوا يتكلموا في الموضوع ده، اللي يتكلموا فيه هون واللي يبشيلوا حق الله سبحانه وتعالى. ديل تبينوا نتبين حال وتؤجر عند الله سبحانه وتعالى. ضللوا الأمة يا أخي باسم الدين. الشعب دار يستغيم بالقاهم قدامه يمسكون أوبا بعد شوية يدقدق تل 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 يا أساسين أسى مربي القوم لطاهتها أسى رجال ميمي. ميمي ده شنو ذاته؟ ورجال ميمي ديل منهم ذاته؟ والله كله هوس باسم الدين. يمسكوك سبحة يقول لك يلا اشتغل الألفية ولا لوبة ووك ما بعرف ساري الليل للقرض قرش. انت قال لك اقرش القرض منه؟ ساري الليل للقرض قرش. اسمه الحبوب اسمه الاخبش، عنده حصانة ما بتفش، كهربته العالية بتحرك تش. صلي عليه، تصلي على الكهرباء ولا تصلي على التش ولا يا تزاته مصائب كلها باسم دين الله. واحد قصيدة هذه موجودة في الموبايل، قال دخل بلام طلع كيكي. والله قصائد ذاته، طلع بلام طلع كيكي، ما هو الفجل ما هو البامبي، الدق دق الملو ملو مصايب أبيض لبني. هسي ده دين يا ناس، فيه بامبي وتبش وفيه دق دق وأبيض لبني، ده دين ناس، ده ديدان لله تعالى به. كلهم جنوا، شفت المداحين ديل جنوا، غلبتهم الشغلة جنوا عديل، بقوا يكابسوا في البامبي وفي التبش، والفنانين برضو جنوا بقوا شغالين القمر وسرحان. ما في قمر سرحان، كل مرة بيطلع بيجاي. ما تغشوا علينا يا أخ، تقصدكم يا تقمر. مصائب كلها باسم دين الله تعالى وبعضها بغير اسم الدين، فالناس تجعل عقيدتها في الله تعالى. في ناس تلقاهم برضو معلقين حجبات، ده تقول له يا زول النافع منه لك الله، البملك الضر منه ولك الله سبحانه وتعالى. طيب معلق الحجاب ليه؟ ولك من السكين ومن المطوة ومن العقرب، وده حجاب بتاع طلق يدوك طلقة تعمل لها كذي. والله والله الذي لا إله غيره، ده حجاب بتاع طلق تعمل للطلق كذي. قال تعالى في القرآن وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. شفناهم صور، واحد تلقاه مضروب طلقة ميت بطلق في كتمة من الكتمات، تلقاه مضروب مصورة
وتلقاهم الان حجبات ليه طلقت وديمات دمات ليه؟ يقول لك اجل تمه، معناه هذا شلون؟ معناه هذا ما شغال اي شيء، اجل تمه. طيب ذا فائده شنو؟ دارين حجاب يزيد العجل فيه ما في. اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون. فاياك تعلق لك حجاب ولا كمون. واحدين ساوينا موضة ساي عنده هوس يمشي السوق، سوق العربي ولا الشعبي ولا غيره، لقاه واحد شايل له حاجة كذي معلقة في رقبته زي بعدين زي خشبة كذي زي الطاولة بتاعت العيش، تلقاه يبيع فيها شي ضفارات وشي سجاير، ده ما بجوز طبعا. بعد شوية تلقاه معلق له حاجات مدلدلة كذي، كمون مربوط فيها في حبال والحبال ملونة، يشيلوا طوال يعلقوا. قول له ده شنو انت معلقه ليه؟ ولك والله يا اخ ده من العين وابن الزين به، وده من العين بيحفظنا. انت ما عارف اللي بيحفظ منه والله يا اخ. في ناس خواجات، في ناس كفار عديل كفار، لا بيلبسوا حجاب لا بيعملوا كذا، وتلقى الله حافظ لما يموتوا بعدين يلاقوا الله بحاسبهم هناك قدام. ما تعلق كمون ولا تعلق لك حاجة في رقبتك ولا حاجة في يدك. طب تعلق ليه ركشة؟ ناس يعلقوا في نفسهم، اللي أنا داير أعرف يعلقوا في الحاجات دي ليه؟ حاجات غريبة ومصايب. واحد معلق له مكشاشة في حافلة ورا، قال بتقش العوارض، قال مكشاشة، قال ورا بتقش العوارض، قال تقش عوارض. وقع عوارض بيقشوها بمكشاشة، مكشاشة بتاع السعف. واحد تلقى في بيته معلق قرون، ما تعرفه بيت ولا بقرة ولا جاموس. مصايب كلها كلها هوس في البلد دي. اي شيء يعتقدوا فيه. فيا ناس البشر ديل والكون كله ما في زول عنده تصرف، تصرف كله لله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا ليس لك من الامر شيء، قال هذا للنبي صلى الله عليه وسلم. فتسأل التصرف عند الله والامر بيد الله والنفع من الله والضر بملك الله في ملك الله سبحانه وتعالى، والكل من أمره جل وعلا. فتلجأ له تتضرع له تعبد براو توجه له براو. الحاجة الثانية والأخيرة تتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، باية تتبع لك مصارع يحضر له مصارعة، ده تفة ده بنية تمثيلية ساي تمثيلية ساي. أنا حضرتها مرة راكب في بص شغلوها، لقيت الكلام هوا الساي كلها بنج في البطن، وشيلوا ويرميوا دقبوا خمسة مرات، وداك بعد شوية خلاص يقرب تاني يقوم تبسيلية، ما جايبين خبر. الخمش ده ما معروف خمش في الوش وفي العين، وديل بيضربوها بوزنة معينة ما تتعرف، كلها لخبطة ساي. وده البطل بعد فترة الناس يشتغل بيه يزحوه يجيبوا واحد تاني كلها هوس. يقوموا الشباب يتوهموا بالكلام ده، محضره بعد شويه دار يتبعه، يمشي يشرب مديده وياكل في المخبازه، وبعد شويه تلقاه يتدرب بوشم، بوشم حلال يتدرب لكن ما عشان المصارع ده، يتدرب بوشم. بعد شويه تلقاه يتطوطح بالباب ووك، بعد شويه يساوي له حديد تاني يلبس له فنيله ضعيفه كذي شاديه، وقعد يتفرج. يا زول بيجيك حرامي بيكتمها فيك بيوريك الحاصل، والله الذي لا اله غيره. ده كله هوسا يا ناس، ما تقتدوا به حبيبي بمصارع، ديل بيغشوا فيكم والله. مصارعين شنو يا اخ؟ ديل مرطبين وجسمهم لامع. جيبوا هنا السوق الشعبي، اذا شفت هنا ناس اللي بيشتغلوا عتاله ملح ده، جيب له اعتى مصارع كذلك خششوا معاهم في معركه، اما دخلوا في بلاعه مرقوا منه ما تشوف الحاصل. كلها هوس بيغشوا فيك ساي. واحدين بتاعين افلام برضو هوك ينط من عمارة خمسة طوابق، ينط يقوم يتنفض ويمشي. معقولة يا ناس؟ والله كده اللي ينط من راكوبة من ركشة بس اللي ينط. شوف ما كرعين أملا كلها كذب. ويجيبوا لك البطل وراه والبيت راكبين موتر وفيك يديه ويطلعوا فوق العربية بالموتر. يا ناس اتقوا الله الذي خلقكم والجبلة الأولين. ديل بيجمع واحدين ده المهووسين بالفنانين، يقتدي بفنان يلقى عامل الدقن زيه مواسية زيه والشعر جادعه بوره وشغال،
لهيب الشوق. هما الشوق يا ناس شوق بتاع شنو؟ شوق فيه لهيب. واحدين بتاع عند اللوكا يتراقصوا ويتمايلوا وزي شغالين، واحدين بيجا يرقص كيف ونط كيف وخطوات كيف ويدي كيف، كلها هوس وبدع ما أنزل الله بها من سلطان. فدال كلهم بيقتدوا بناس. انت اليوم اللي بتقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام اقفوا ضدك ولك ده شنو الدقن العامل في وشك ده؟ دقن الرسول قال اعملوا دقن، قال كذي في صحيح البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حفوا الشوارب واعفوا اللحى. الشنب بتاعك لما نكتر تواسيه وتعفي لحيتك تخلي الدقن هيبة ذاته، هيبة ذاته رجالة سايبة من ومن الدين أصلا من الدين، لأن الرسول قال واعفوا اللحى تعفيه يصروا لك لك مشدد. انت مشدد جدا يا اخي، ما في تشدد. المشدد ده تلقاه لا بياكل لا بيشرب لا غيره، لكن ناس بياكلوا ويشربوا ويضحكوا ويلبسوا زيك. يعني احنا لو لبسنا شوالات جينا شوال خيش وجينا بحصين قلنا العربات بدعه والركشات منكر كان معلش، لكن نركب في الركشه والعربيه وجينا بموتر وقاعدين بامجاد هذه واقفه وقاعدين ايه وناكل ونشرب وقاعدين لابسين نظارات ناكل في الباص ذاته ما شايف، يقول لك بدقن دي الناس الطيبات. طيب كيف الناس طيبات وهم مشددين؟ كذا يتحل علي دي، كيف يكون زول طيبات وهم مشدد؟ كله في النهايه تنفير من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتلقى عنده بقجه كبيره في راسه، بقجه كان خطيت مشط ذاته جزاك الله خير، كان خطيت مشط ذاته بيوحل دار لك الراكة تتم الباقي بغادي ده، وانت عندك دقن يضحك بك وقولك ده شنو الشعر ده، وانت ده شنو الشعر ده؟ ما كله شعر، لكن ده سنة وده لا هوس، ده تسرح ليه فوق وده تسرح ليه تحت، مشغل أماشة انت في شنو يعني؟ والله يقولك زي التيس زي التيس اي، وانت يعني زي الغنماية؟ نحن عرفنا نحن زي التيس، انت زي شنو؟ مصايب كلها باسم دين الله وبغير اسم دين الله. احيانا لك زي التيس، واحد زي ما بعرف يقول لك زي الديك، واحد يقول لك زي القرد. يا اخي في قرد عنده دقن زي دي ولا في ديك؟ مصايب كلها وهوس والله الذي لا اله غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم حديث اخر قال فما كان اسفل من الكعبين من الازار فهو في النار، في سنن ابي داود من رواية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، حديث صحيح ما حق جماعة ولا تبقى مع جماعة، لكن طبق حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. قال فما كان أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار. بنطلونك بصل الكعب العظم الفوق وبمش تحت له ده في النار يوم القيامة. ما مصدق واصل بتلاقيك قدام، يعني ما بتصدقنا. وحديث جبناه لك اركب راسك كويس، قالوا اصله البركب ركشة بينزل بركب بينزل، لكن البركب راسه ما بينزل، اركب راسك واصل بس كده شفته بعدين بتلقى قدام. قال فما كان اسفل من الكعبين من الازار فهو في النار، ومن جر ثوبه بطرا لم ينظر الله اليه، يعني يوم القيامة. كلام خطير، كف كيف طوالي بنطلونك مش خايف من النار؟ كف كيف وتبقى لا اقول لك والله نحن ما دين نبقى معاكم، ما تبقى معانا ولا مع اي زول، لكن طبق كلام الرسول عليه الصلاه والسلام. لا والله الناس بيضحكوا علينا، انت ذاتك اضحك عليهم. قول لهم يا ناس تشجعوا في ناس ميسي وكريستيانو وفلان وفلان ونيمار، دين لابسين لحد وين؟ اللعيبه دين انتم متكيفين منهم لابسين لحد وين؟ والله للركبه متكيفين منهم بعد ركبتهم دي اي، وانا لابس لحد وين؟ والله فوق الكعب شويه. اطول انا ولا هن؟ والله اطول انت. طيب تضحك علي وما تضحك عليهم ليه؟ انا داير افهم الحاصل شنو؟ والله يقول لك ديلك ما راغين، يا اخي انا ذاتي راغي من الليله بقيت راغي يعني، فيها شنو؟ ما في شيء، كلها مصايب. ناس يعملوا في عمايل ما عندها اي معنى. وانت تطبق السنه يضحك عليك، يجيبها عندك شايل له زياره.
دخل في الدخان ويمرق. هسه دي فائدتها شنو؟ انا اطبق السنه تضحك علي، وانت تعمل لك في شيء ما فيه فائده. تمسكه من راسه من ورا، تخطه جمع عادم بتاع هوستن ولا عادم بتاع جامبو، وتقول له بتاع جامبو سخن شويه، تديه يقحقح يمرق يقحقح. دخان ده مزعج. طيب وكت مزعج بتشتري فيه بقروشك ليه؟ داري عارف بتشتري ليه؟ واحدين خاتين شيشه بفرفروا بجنبه، واحدين شايلينها صعود يدردم فيها ويخدها، كلها هوس ومصايب. فالناس يا ناس تتوب الى الله وتستقيم على دين الله وتصلي من الليله، تصلي مشيت العشاء تصليه، بقى الصبح جاء صلي، الدور جاء صلي. والله الموت ما معروف، تقابل الله بمصايب زي دياخ وبلاوي، وده خلى الشباب لافين ما عارفين يقبلوا وين. تجي حفله يقول لك ماشيين عليها، امشوا انتهت برضو زهجانين، سفى لما تعب زهجان، سجر لما زيج برضو ما حلش. ليه؟ لانه البعد عن الله تعالى. ناس ترجع وتتوب وتستقيم على دين الله، بهذا تكون النجاة في الدنيا والآخرة، وهذه هي الغاية التي من أجلها خلقنا. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. يعني إن شاء الله بنجي كل جمعة، الناس بيجوا ديل بيجاي تل تل تل، ونحن بنجي نبصر الناس. في شباب كتار فيهم خير بيسمع الكلمة بيمشي بحاسب نفسه وبيرجع، قد تكون فيها النفع له. أسأل الله يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. جزاكم الله خيرا على حسن السماع، صلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.